بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون، احتفالا بذكرى 47 للمسيرة الخضراء المظفرة، في لقاء ضم ثلة من الأكاديميين والباحثين وممثلي التمثيليات الدبلوماسية بالعيون، جسد تجسيد عميق للارتباط الوثيق بين المغرب بعمقه الإفريقي من خلال روح الاحتفاء والتعبير مع أصدقاء المغرب. في المتابعة سالك بوجدور والمختار خير. في احتفاء من أصدقاء المغربي بذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، يتجدد اللقاء مع ثلة من الأكاديميين والباحثين لبحث سبل التبادل الفكري والثقافي والعلمي والقضايا المتصلة بالإنسانية جمعاء. مداخلات وعروض بسطت التفاصيل وآثرت النقاش حول الأبعاد التاريخية والدلالات الوطنية لملحمة المسيرة الخضراء. هي فرصة كذلك للتبادل والتعارف والحوار في قضايا تهم البشرية جمعاء. من جانب آخر هي فرصة كذلك للحديث عن سبل التعاون مع هذه التمثيليات الدبلوماسية التي تتوفر على سفارات في العاصمة المملكة الرباط، والتي قررت أن توسع من دائرتها القنصلية لتشمل الأقاليم الجنوبية في إقرار صريح ب مغربية الصحراء من جهة، وفي دعم صريح كذلك للطرح الوطني المغربي في حل هذا النزاع. كانت عندنا فرصة بمناسبة الذكرى 47 للمسيرة الخضراء، هذا حدث مرتبط بالأمة الدولة المغربية، بمعنى أن كل أمة لديها تاريخ، لديها أحداث تظل مرسومة في الذاكرة. حدث المسيرة الخضراء هو فيه تاريخ، في الحاضر وفيه المستقبل. لما أقول المستقبل، لأن الذي ينظر إلى مدينة العيون، الذين عاشوا في مدينة العيون يعرفون الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال 47 سنة. لا أعتقد بأنه في شي منطقة في العالم تحقق هذا العمل الكبير جدا. ذكرى المسيرة الخضراء، وهي اليوم الذي تمكن فيه المغرب من استعادة سيادته على أراضيه، والتي نظمها جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني ليتمكن من استعادة أراضيه من الاستعمار. والحقيقة أنها فرصة للتبادل بين الطلاب لإظهار الدور التاريخي لها وكل ما تعنيه من التبادل الثقافي العلمي والتقني بين الطلاب المغاربة والأجانب. أيضا هي فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين جزر القمر والمغرب، وكذا بين المغرب والغابون وبوروندي. الخطاب الفكري والحوار البناء حول دلالات المسيرة الخضراء في ذكرها 47 تجسد من خلال ورشات موازية لثلة من الشباب من المغرب ودول إفريقية صديقة. نحن هنا للمشاركة في الذكرى 47 للمسيرة الخضراء التي تنظم هنا بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون. بداية، لدينا تنظيم ورشات تكوينية في المقاولة الذاتية، وكذا ورشات للرسم وأخرى للموسيقى، ونحن نشارك في لقاء الآن حول المقاولة الذاتية. نحن هنا من أجل إحياء الذكرى 47 للمسيرة الخضراء لإحياء المواطنة داخل الطلبة، داخل وخارج أرض الوطن، من خلال مجموعة من الثقافات، من خلال مجموعة من الأنشطة، من أبرزها موسيقى، بكون الموسيقى جزءا لا يتجزأ من تراثنا، وكذلك حوار نقاش والذي لخصناه ضمن أغورا. الذكرى 47 للمسيرة الخضراء المظفرة مناسبة جسدت عمق الارتباط الوثيق بين المغرب وعمقه الإفريقي من خلال روح الاحتفاء والتعبير من أصدقاء المغرب في مناسبة وطنية خالدة في وجدان وذاكرة الأمة المغربية.